السلام عليكم، الاسم هشام برقادي، عضو في شبيبة اتحاد السوري. لاحظنا حنا كشبيبة اتحاد السوري عندنا واحد الخصاص في الدم، درنا واحد الشراكة مع جمعية شمس للتضامن، قررنا اننا ننظم واحد الحملة تبرعية بالدم اللي كما كتشوفوا الاجواء ديال كانت زوينة، فكان فيها واحد التنظيم اللي زوين كما كتلاحظوا. قررنا ان احنا كلجنه تنظيميه ديال شبيبه الاتحاد السوريه، لاحظنا بان بزاف ديال الناس لقات الاعجاب ديالهم هاد الحمله هادي وهاد التبرع، فكنتمناو مستقبلا ان يكونوا بزاف ديال الحملات بحال هاد الحمله هادي، وان الناس يلقاو اقبال عليها كيف ما لقاو اقبال علينا حنايا، وتكون في مناطق متعدده، ماشي غير جيت مثلا هنايا عندنا، جيت بنسوده زواغه، ولا أو أن في مناطق كثيرة بحال مثلا المرينيين ولا مناطق أخرى. فشكرا، نرحب بكم عندنا، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، رشيدة زوزو، رئيسة جمعية شمس للتربية والتنمية. اليوم حنا بصدد اليوم الثاني من الحملة ديال التبرع بالدم اللي كتنظمها الجمعية بشراكة مع الشبيبة الدستورية ومقر التنسيقية الاتحاد السوري. وهذا اليوم اللي عرف كذلك مشاركة ديال مؤسسة ديال لوبتيك اللي مشكورين ساهموا ب يعني فحوصات طبية مجانية للمشاركين أو للناس المتبرعين. من هذا المنبر كنناشد الناس او المواطنين انهم ينخرطوا بشكل مكثف بحال هذه الحملات الطبيه او هذه الحملات ديال التبرع بالدم، لان الاحتياج او الخصاص من هذه الماده الحيويه هو كاين ديما، يعني ديما المستشفيات هي في حاجه الى الخنيشات ديال الدم او الى التوفر ديال الدم بجميع يعني المشتقات ديالو، وكل كيس من الدم فهو راه يقدر ينقذ روح ديال الارواح ديال اربعه ديال الناس، لانه تيستخرجوا منه اربعه ديال المشتقات. فلهذا سناش المواطنين انهم ينخرطوا بشكل كبير بحال هاد يعني الحملات، خصوصا انه التبرع بالدم يعني ما تيضرش الذات ديال الانسان، وقبل من النهار بطبيعه الحال كيستافد من يعني استشاره طبيه، لان كيقولوا الطبيب واش هو يقدر او الحاله ديالو الصحيه تسمح انه يعطي الدم او لا. فلهذا كنناشد الناس انهم ينخرطوا بشكل كبير في هذه الحملات هذه، ويساهموا في انقاذ ارواح ديال الناس اللي تيوقفوا على هذا الدم وما عرفناش شكون يوقف عليه اليوم، كي انا كي انت كي اي واحد ممكن يكون يتصاب بحادث الله يستر او اي حاجه اللي تجعله يكون في الموقف ديال محتاج ولو كيس واحد ديال الدم، ويقدر يلقى البنك ديال الدم ما متوفرش او متوفرش على ذاك الفصيله. فلهذا كل ما كانت المشاركه اكبر، كل ما غنتوفروا على فصائل اكثر، كل ما غنتوفروا على ريزوس بوزيتيف ونيجاتيف، باش نقدروا نوفروا للناس هذه الامكانيه ديال انقاذ الحياه ديالهم. وشكرا. السلام عليكم، الاسم محمد العرفاوي، وكيل عقاري بجمعيه سيس للوكلاء والوسطاء العقاريين بجهه فاس مكناس. بدوري جيت كنتبرع بالدم لجميع الاخوان، لان قطره الدم راه كتحمي ارواح كثيره، وكان نقول لجميع الاخوان يجيوا يتبرعوا بالدم، لان كل قطره راها مفيده لكل روح عزيزه عند الله. وشكرا.